الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل الاقتصاد الكلي نموذج كالدور في النمو، كالدور جروث موديل. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. نموذج كالدور في النمو، كالدور جروث موديل. لنتخيل بأن مزارعا ما يمتلك قطعة من الأرض مساحتها واسعة، يملكها ويعمل بها مع عمال آخرين، يزرعها على سبيل المثال قمحا ويحصده خلال موسم الحصاد. لنفترض بأن كمية المحصول كانت كبيرة إلى حد ما، يقسم المحصول حسب افتراضنا في هذا النموذج، يقسم المحصول من القمح إلى جزئين. الأول يذهب على شكل أجور wages or W اختصارها للعمال بما فيهم مالك الأرض لأنه جزء من عماله، ويذهب الجزء الثاني على شكل أرباح profit or pie إلى مالك الأرض نفسه. فالآن سنهمل ذلك الجزء البسيط من الأجور التي تذهب إلى مالك الأرض، لأننا سنركز على حصته من الإنتاج وهي أرباح profit or pie. ما يعني الآن بأن الدخل الكلي Y اللي هو كمية الإنتاج قيمتها أو كميتها تكون كما يلي: Y تساوي W زائد Pi. Y الإنتاج كمية الإنتاج أو قيمته يساوي مجموع الأجور أو الأجور المدفوعة للعمالة زائد الأرباح Pi التي تذهب إلى مالك الأرض. فهذا الدخل الكلي، هنا الأجور للعمالة وهنا الأرباح. لنفترض بأن الميل الحدي للاستهلاك، وهو افتراض منطقي جدا أو ما يسمى The Marginal Propensity to Consume MPC، هذا الميل الحدي للاستهلاك للعمال أعلى منه لمالك الأرض، أي أن العمال لأنهم فقراء، لأنهم يعني لا يملكون رأس مال حتى يحققوا أرباح كثيرة، فإن الدخل الذي يجنوه يذهب إلى الاستهلاك، أي أن العمال ينفقوا كل أو معظم الأجور التي يتلقوها، ينفقوها على ماذا؟ على السلع الاستهلاكية كالطعام والشراب والحاجات المنزلية والترفيهية. الافتراض على هذا الافتراض يتضمن أن الميل الحدي للادخار أو The Marginal Propensity to Save MPS لدى العمال يساوي صفرا أو أنه منخفض جدا، وأنه يساوي الواحد الصحيح لدى مالك الأرض أو أنه مرتفع جدا. نفترض الآن بأن الادخار Saving اختصاره S يتكون على النحو الآتي: S saving تساوي هذا معدل الادخار من الأجور مضروب، معدل الادخار من الأجور، إذا معدل الادخار مضروب في مستوى الأجور، زائد الآن معدل الادخار من الأرباح، إذا ألفا مضروبة في W اللي هي معدل الادخار من الأجور ضرب الأجور، معنى ذلك أنه الادخار من الأجور، زائد بيتا اللي هي معدل ادخار الأرباح مضروبة في الأرباح تساوي إذن الادخارات التي تجنى أو التي تتراكم من الأرباح. هذا الادخار الآن معدل ادخار العمال، وهذا معدل ادخار مالك الأرض بصفته يعني أنه الرأس مالي. هو الافتراضات الأساسية لنموذج كالدور: هناك عنصران من عناصر الإنتاج، العمالة ورأس المال باعتبار أن الأرض ثابتة، وأن عناصر الإنتاج الأساسية التي نركز عليها هما اثنان: العمالة الليبر ورأس المال كابيتال اختصارا كي. يحصل عنصر العمل على حصته من الإنتاج على شكل أجور W ثابتة من الإنتاج fixed proportion of output، أو يعني جزء ثابت من الإنتاج على شكل أجور العمالة. ويحصل رأس المال على حصته من إنتاج على شكل فائض الربح اللي هو Profit. ثالثاً عائد ثابت، يعني نفترض بأن دائرة الإنتاج تتميز بالعائد الثابت على حجم Constant Return to Scale، بمعنى آخر بأن زيادة عوامل الإنتاج بمقدار معين يؤدي أو بنسبة معينة، لنفترض أنها 10% هذه الزيادة تؤدي إلى زيادة إنتاج بنسبة نفسها أو بمقدار نسبة نفسها أي 10%. فإذا زدنا عوامل الإنتاج بنسبة 50% اللي هم رأس المال والعمالة، فإن الإنتاج سيزداد بنسبة 50%. كذلك
الافتراض الخامس هنا أو الرابع عفوا، الميل الحدي للاستهلاك لدى العمالة أعلى منه لدى الرأسمالي صاحب الأرض كما افترضنا قبل قليل. رقم ستة الافتراض توظيف كامل الموارد، بمعنى آخر full employment أي أن كل الموارد labor ورأس المال والأرض تم توظيفها بالكامل، ليس هناك عوامل أو موارد اقتصادية معطلة. سادسا نسبة الاستثمار إلى الدخل I على Y، مقسمة هذا الاستثمار مقسم على الدخل Y، متغير مستقل، متغير مستقل. عرض هناك رقم سبعة عرض غير محدود من العمالة Unlimited Labor Supply، معنى آخر عندي كمية عمالة كبيرة جدا جدا وبالتالي عرضها غير محدود. وأخيرا نسبة رأس المال إلى الدخل كي مقسمة Y تتزايد باستمرار، تتزايد باستمرار. يفترض نموذج كالدور بأن الادخار يذهب في قناة واحدة هي الاستثمار، أي أن I تساوي S، الاستثمار يساوي الادخار أو العكس، الادخار يساوي الاستثمار. الآن هذا الاستثمار هذا الادخار، الآن سنعوض بدل الادخار كما ذكرناه قبل قليل أنه يتكون من حاصل ضرب معدل الادخار من الأجور مضروب في كمية الأجور زائد معدل الادخار من الأرباح مضروب في كمية الأرباح. ما يعني بأن S اللي هو saving الادخار الآن عوضنا عنه بالمعادلة السابقة التي اشتققناها قبل قليل. ما يعني الآن بأن الاستثمار يساوي ألفا في W زائد بيتا في باي. نعوض الآن بدل W، لأن Y تساوي W زائد باي، إذن W تساوي Y ناقص باي، يعني معنى آخر هذه W عوضنا عنها بهذا المقدار، لأن حاصل الآن Y هذه Y تساوي W زائد باي، ما يعني بأن W تساوي Y ناقص باي عوضنا عنها، فهذه W أصبحت هنا، ألفا بقيت كما هي، W أصبحت Y ناقص باي زائد هذه بقيت كما هي هنا في المعادلة. الآن نفك القوس، نضرب ألفا في كل ما داخل القوس، صير عندي ألفا Y ناقص ألفا باي زائد بيتا باي، وتساوي الآن إعادة ترتيب، ألفا Y تساوي الآن بيتا ناقص ألفا هنا مضروب في باي، بمعنى أخذنا باي عامل مشترك فتصبح داخل القوس بيتا ناقص ألفا. نكمل، تكمل إعادة كتابة آخر معادلة وهي I تساوي ألفا Y زائد بيتا ناقص ألفا في Y، كلها داخل القوس طبعا. الآن بقسمة طرفي المعادلة على Y نحصل على ما يلي، الآن I قسمناها على Y، إذن I على Y تساوي هذه كلها مقسمة، كل يعني جزء منها مقسم على Y، تصبح عندي ألفا في Y مقسم على Y زائد بيتا ناقص ألفا باي مقسم على واي، إذا تساوي هذه طبعا تنشطب فلأنها واي على واي بتروح واحد صحيح، تبقى ألفا زائد هذه القيمة بيتا ناقص ألفا في باي مقسم على واي اللي هي هنا زائد بيتا ناقص ألفا في باي مقسم على واي، طبعا هنا هذه أصبحت واحد صحيح وبالتالي هذه النتيجة هي صحيحة. نكمل إعادة كتابة آخر معادلة، هذه المعادلة I مقسم على Y تساوي ألفا زائد القوس اللي عندي طبعا حاصل قسمة القوس هذا بيتا ناقص ألفا مضروب في باي مقسم على Y. لو افترضنا حسب ما افترض كالدور بأن ألفا اللي هي الآن ما يدخره العمال تساوي صفرا أو قريبة جدا من صفر، وأن ما يدخره الرأسماليون تساوي واحد صحيح أو قريبة جدا من واحد صحيح، ما يعني الآن بأن هذه تصبح صفرا، هذه تصبح صفرا، وهي لأنها واحد صحيح تصبح مضروبة في باي، النتيجة النهائية بتكون I على Y تساوي باي على Y. ما معنى هذا الكلام؟ هذه النتيجة النهائية معناتها الآن هذه نسبة الاستثمار إلى الدخل، إلى الدخل اللي هو قسم الإنتاج، هذه نسبة الاستثمار إلى الإنتاج اللي هو الدخل تساوي نسبة الأرباح إلى الإنتاج. سبحان الله،
من منهما يعتمد على الثاني؟ هذا كلما ارتفع هذا، هذا يرتفع، وارتفاع الأرباح تؤدي إلى عرض ضخة في الإنتاج. ما يعني الآن؟ أي أن الاستثمار والنمو الاقتصادي يعتمد على معدل الأرباح الذي يجنيه رأس المال وإعادة ضخه في الإنتاج، وإعادة ضخه في الإنتاج. الآن التمثيل البياني على المحور الأفقي، نسبة الأرباح إلى الإنتاج أو الدخل، وعلى المحور العمودي نسبة الاستثمار على الإنتاج أو الدخل. الآن كما افترضنا بأن هناك ما يسمى بالتوظيف التام للموارد، الليبر اللي هو العمالة ورأس المال والأرض كلها موظفة من غير أي جزء منها عاطل عن العمل أو عن التشغيل يعني. إذن هنا هذا I على Y يعني التقاطعات الآن I على Y اللي هي نسبة الاستثمار إلى الإنتاج، الاستثمار الإنتاج عند مستوى معين، Y not اللي هو يعني ابتدأنا احنا بداية متواضعة بكمية الاستثمار ورأس المال الموظف في الإنتاج، تقاطع الآن مع S على Y عند نفس المستوى تقريبا، وبالتالي نتجت هذه نقطة التقاطع equilibrium اللي هو عند المستوى E not، هذا مستوى التوازن الأولاني. الآن نتيجة لإعادة ضخ الأرباح في الإنتاج على شكل استثمارات أدت إلى زيادة الإنتاج ثم أدت إلى زيادة الأرباح ثاني مرة، فحصل عندي تقاطع جديد، ارتفع الاستثمار نتيجة لإعادة ضخ الأرباح في الإنتاج، ارتفع الاستثمار فأصبح الآن I على Y عند مستوى إنتاج أعلى، Y1 أصبح، وتقاطع جديد الآن لأن الادخارات ارتفعت وبالتالي الإنتاج زاد، ما يعني بأن نقطة التقاطع الجديدة أصبحت عند E1، ما يعني الآن بأن E1 أعلى من E0 والإنتاج زاد والأرباح زادت. الآن آخر تقاطع نفترضه أنه يعني بعد نون من الفترات الزمنية، هذا I مقسم على Y عند الفترة N اللي هي YN أصبحت الآن، والتقاطع الجديد أصبح S على Y في عند YN، وما يعني الآن عن نقطة التقاطع الجديد الإكوليبريم الجديد أو التوازن الجديد هو EN. EN ما يعني الآن؟ أي أن ارتفاع الاستثمار يؤدي إلى زيادة الإنتاج ثم الربح ثم الاستثمار والإنتاج وهكذا، لأنها سايكل أو دورة كاملة للاستثمارات والادخارات والأرباح ثم الاستثمارات والادخار والأرباح وهكذا حتى يرتفع الإنتاج، وهو ملخص نموذج كالدورف النمو. بماذا يختلف نموذج كالدور عن نموذج كينز ونموذج هارولد دومر من قبلهما ونموذج سولو؟ النمو الاقتصادي حسب كينز يعتمد على الطلب الفعال effective demand، وحسب هارولد دومر يعتمد النمو الاقتصادي على الادخار ورأس المال saving capital، في حين يعتمد النمو الاقتصادي حسب كالدور على الربح الذي يجنيه رأس المال وإعادة ضخه في الإنتاج. أما النمو الاقتصادي في نموذج سولو فيعتمد على التراكم الرأس مال capital، لكنها كلياتها تشترك في الادخار وثم إعادة ضخه على شكل رأس مال واستثمارات، ما يعني بأن النمو الاقتصادي من غير ادخارات وأرباح وتراكم رأس مالي لا يمكن أن يتحقق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تحسين الأداء وتعميم المعرفة بلغة الضاد لغة القرآن الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن.